اليوم نبي نرحب بضيوفنا، يمكن حصه على طول لان شوي تاخرنا عليهم. يعطيكم العافيه الاستاذ الكبير بدر محارب والاستاذ صرت استاذ عاد انت. اول شيء كنت صبي صغير بس ما شاء الله الاستاذ محمد الكندري سعيدين بتواجدكم عبر شاشه تلفزيون الكويت ومبارك عليكم شهر وكل عام وانتم بخير. علينا وعليكم كل عام وانتم بخير وعلى الساده المشاهدين، وعسى الله يعود علينا وعليكم ان شاء الله بالامان والمسرات والافراح ان شاء الله. امين يا رب. احنا حطينا بالاعلان الخاص ان جاسم الشطيلي الكاتب اكيد الشاب راح يكون معانا. انا اللي اعرفه من المعد خليفه انه هو يحب الغبقات، معقول اتخلى عن غبقتنا هذه عشان غبقه ثانيه؟ لا يمكن عشان كرسيين بس ما في كرسي. لا نقدر نزيد. لا محل النفس، هو قال انتم محل النفس. حياكم الله. احنا بنتكلم بالبدايه عن العمل اللي قاعد يشوفونه المشاهدين اليوم، ذكرنا بمسرحيات وسينمائيات وهذه الاعمال الجميله للمخرج نواف الشمري سناب ات. الفكره من وين جت؟ شلون كانت البدايه اكيد لهذا البرنامج؟ هي الفكره فكره الصديق الاخ نواف شمري. هو يحب النوعيه هذه من الاعمال دائما، وقدم فوق تحت وقدم ريموت كنترول، وانا شاركت معه في ريموت كنترول في مسرحيات 2000 صحيح. في بطاطا برودكاست قبل كم سنه، هذا يمكن اخر عمل جمعنا. فضائيات بعد فضائيات بس هذا فضائيات سينمائيات بعد هذه قطعه 13. فكانت الفكرة من نواف الشمري. طبعا أنا نواف صديق عزيز وأثق دائما بشغله، فعلى طول وافقت وقعدنا وحضرنا وجهزنا. قلت له بس بروحي ما أقدر أكتب، لابد تكون في ورشة عمل، لأن كان الوقت قصير وبسبب إجراءات إدارية في وزارة الإعلام وكذا، فالعقد ما توقع بسرعة فصار الوقت قصير. فقلنا كاتب واحد صعبة 30 حلقة والحلقة فيها 6-7 مواقف، فاقترحت الورشه وكان معنا تشرفنا بالاخ محمد الكندري والاخ جاسم الشطيلي. بس امانه التاليف الجماعي هم ما هو سهل، يعني لازم كل واحد يقتنع بفكره ثاني ويصير في توليفه حلوه علشان يطلع الموضوع بهالشكل اللي احنا شفناه. صح؟ خلي محمد يتكلم. هو صعب ونفس الوقت يفيد الكاتب، لان العمل ما مشى بخط واحد، بفكر واحد، بتوجه واحد، لا. يعني ما شاء الله الاستاذ بدر محارب ما بيها كبرك من جيل كان وايد مطلع، وايد يعرف شنو معنى الكوميديا صحيح. فهذا فانا وجاسم الشطيلي استفدنا منه، احنا اعطيناه من الورشه اليوم الفكر الشبابي وهو اعطانا من فكره، فصارت خلطه حلوه. حلو. الورشه شلون صارت؟ الحلو بسناب ات اللي عجبني انه اعطونا حريه بالتاليف صحيح. قدموا نصوصكم نقعد بورشه ونعدل ونضيف ونزيد. يعني ما قالوا لا تمشي بالخط هذا، لا ما لا انتم تتقيدون بخط معين، لا الحمد لله اعطونا قالوا هذا الميدان واحنا راح نعدل، والحمد لله قدمنا كذا نص واجتمعنا يمكن تقريبا شهر كامل نجتمع ونعدل ونزيد والحمد لله استفدنا. طلع برنامج كوميدي جدا خفيف بس الاسامي اللي فيه شوي غريبه، يعني مددوشه وغصب ريشه ابو غضب. هذا امتداد اللي عملناه في ريموت كنترول سابقا. عملنا شله ابو عذاب كان عبد الناصر درويش وشلته، كان معه اسماعيل سرور وبشار الجزاف ومجموعه من الموجودين حاليا. فحاولنا نعمل شله ثانيه اللي هي شله ابو غضب، وحتى الاسماء ترى يذكر محمد صح. قعدنا وقت لا شيل هذا والله. حط الاسم هذا شيل الاسم هذا مده طويله، شيل ابو غدره حط بدندوشه شيل بدندوشه حط عرفت حتى الاسماء اخذت منه وقت يعني. ابو غضب بالفريج الثاني غير فريج البرنامج اخذ منكم وقت للحين قاعدين نتصور ضيق الوقت كان، فما بالك لو كنت بروحي كان وين؟ كان رمضان جاي يخلص الشباب ما فيهم خير لا فيهم خير وبركه ومشتغلين. بس ودي اعرف يعني انت ما شاء الله باع وعمر طويل في مجال الكتابة، وممكن نقدر نقول محمد ما شاء الله قدر يقتحم عالم الكتابة بشكل ناجح ووقف على أرض صلبة مثل ما يقولون، شلون صار الاجتماع والتوليفة هذه ما بينكم؟ لا هو نوعية برنامجنا إن هي فقرات. يعني أنا أكتب فقرة، محمد فقرة، جاسم فقرة، يعني مو مسلسل درامي متواصل علشان مثل يعني هو يكتب يعني يصير تعارض بالفكرة وشغلة أفكار ومواقف كوميدية. يعني في فقرات خاصة فيك وفقرات خاصة بمحمد. يعني فقرة مثلا اسمها مثلا أبو عذاب أبو بو غضب أبو غضب، أنا أكتب حلقات مجموعة حلقات 5 أو جطيلي 5 ومحمد 5 سنابات، أنا أكتب 10 وجطيلي 10 ومحمد 10 فقرة اسمها ليمتة، فقرة اسمها هاي هاي فقرة، فكل واحد ياخذ مجموعة من الفقرات ومدبلج المسلسل ومدبلج أنا ومحمد. أنا هندي كتبت أنا كتبت التركي فنجتمع نشوف الفقرات هذه ونقراها جميع مع المخرجين ونعدل نضيف نلغي
والمتابعة ما شاء الله جيدة لهذا المسلسل، خاصة أن فيه طابع كوميدي. نبي نروح شوي من سنابات إلى المسرحيات. يعني أبو ناصر قدمت عشرات المسرحيات مثل الاستجواب، مثل طاح مخوش، غيرها. إذا فهمت من سؤالي أقصد المسرح السياسي بالذات. وينك عن هالمسرح؟ شوف أنا ما شوف أنا كل اللي كتبته مسرح سياسي. صحيح. بس يختلف تعريفنا للمسرح السياسي. يعني الناس يبون المسرح السياسي على نمط مسرحيات الله يرحمه عبد الأمير التركي. صحيح. عبد الأمير التركي كتب مسرح سياسي، مجلس الأمة، الأحزاب، التيارات. أنا كتبت مسرح سياسي بس مختلف، كتبت حكومة أبخص مثلا. صحيح. حكومة أبخص عن غير محدد الجنسية وعن الجنسية والتجنيس. كتبت مثلا كامل دسم فيها مثلا عن أزمة الأسكان، هذه قضية سياسية. إذا نشوف وزير الأسكان ليش متأخر، ليش الدولة ما تعطي السكن، ليش. فكل عمل اجتماعي يحمل هموم إنسان هو عمل سياسي. صحيح. هذا أنا أعتبره بوجه نظر كذي. وينك عن هالأعمال اليوم؟ أنا ما زلت يعني الأعمال الأخيرة اللي كتبتها كانت بالفصحى بالمهرجانات، توقفت عن الجماهيري فترة، اتجهت حق المسرح النوعي. إذا النوعي وأيضا في سياسة، يعني في مع أني اخترت أجواء، يعني كتبت تانية أجواءها فرنسية، أحداثها فرنسا، كتبت مثلا دراما الشحاذية أجواءها بريطانيا، كتبت اللي هي حدث جمهورية الموز أحداثها في أمريكا اللاتينية، لكنها كلها ممكن تحدث في الكويت، في الخليج، في العالم كله. يعني الجمهور تغير حسيت من كلامك ولا عشان شيء اتجهت حق المسرح النوعي؟ لا أنا ما ترك الجماهير، يعني أنا موجود بالجماهير بس أنتظر الفكرة الحلوة اللي ممكن تجذب الجمهور وأشتغلها يعني. حلو. محمد نتكلم عن ساعة صفر. ساعة صفر من المسلسلات اللي كانت المفروض تنعرض في شهر رمضان لكن تجدمت وانعرضت قبل، راضي عن هالموضوع؟ والله أول شيء قلت لا مو راضي، لأن كنا إحنا كفريق عمل لما من البداية من كتابة العمل لآخر يوم تصوير إحنا متجهزين إنه راح يكون حق رمضان. يعني حرصنا إنه يكون في رمضان، لكن تدري أنت ظروف القنوات، ما ظروف قنوات عرض حصري وعرض أفضل. من أول حلقة قلت الحمد لله إنه ما نعرض برمضان لأن صار السبوت لايت عليه. عكس ما الحين برمضان، الحين رمضان ما شاء الله وايد أعمال. يعني الحمد لله إن قاعد أشوف باليوتيوب لفيو إن قناة حصرية وينزل على طول باليوتيوب يتعدى عدد المشاهدة 500,000 متابع على الحلقة، هذا شيء وايد حلو. صح. غير ردود الأفعال التيلي بشكل يومي. وبساعة صفر أنا كنت حاط ببالي فئة معينة، هذا الفئة أنا بوصلها رسالة، فئة النخبة. والحمد لله وصلت لهم وأشادوا الحمد لله. حلو. أشادوا حتى في فئة ما كنت داري عنها، يعني ما كنت مهملها، بس يعني ندمت ليش هملتها، لأن صاروا فيني قالوا لي العمل وايد حلو، العمل عجبنا. أنا استغربت، توقعت إنه ما يعجبهم، هم فئة الفانزات اللي تينيجرز. احنا عندنا معلومه بعد ان راح ينعرض المسلسل على شاشه التلفزيون الكويت ان شاء الله، ان شاء الله على ام بي سي ان شاء الله بعد رمضان. ساعه الصفر عمل وخرنا فيه عن جانب الرومانسي، وخرنا فيه عن الجانب ان الجو الاجتماعي اللي يدور بدائره واحده، لا كتبنا عن كذا خط، كذا جانب، صراع بين الانسان ونفسه. حلو. صراع الانسان مع نفسه، شلون يوصل لذاته، شلون يوصل الى الحلم اللي يبيه، هل عن طريق الصح او عن طريق الشيطان. تطرقنا على موضوع الجماعات المتشدده، شلون يغسلون مخوخ الشباب وهذا، واعتمدنا على شيء غير متوقع وكسرنا حاجز النهايه السعيده. راح نرجع حق ساعه صفر اكثر. لا مو النهايه، يقولون مثل سوى كمفهوم اللي يسمونه التطهير، سوى التطهير حق المشاهد اللي فرغت الشحنات. حلو. ابو ناصر يعني قدمت مجموعه من الاعمال في مع الجيل الذهبي، اذا نقول اليوم قاعد تشارك الشباب في كتاباتهم، شلون شايف فكر الشباب بدون لا جامل محمد قندري وهو يمك اليوم؟ لا بالعكس، بدون مجامله، يعني الشباب في عندهم حب للعمل الدرامي، يعني مو جايين من برا عشق، يعني جايين من دراسه، جايين من حب للعمل، جايين من موهبه اساسا قبل هذا كله. لذلك أشوفهم يحاولون يطورون نفسهم، يقدمون الأفضل في كل عمل يقدمونه، العمل اللي بعده يكون أفضل منه. يعني في محاسبة للذات، وفي طموح إنهم يقدمون شيء يترك بصمة، يعني في اهتمام. يعني أول كانت يعني بعض الكتاب يمكن يكتب النص ويمشي عنه، لكن حاليا في الكتاب يتابعون أعمالهم أثناء التصوير وأثناء المونتاج، فهذا شيء جميل. يعني كنا طرق حق نقطة معينة، أنت كتبت ما شاء الله وايد مسلسلات، رصاصة منال أو بسمة منال، رصاصة منال وكتبت وايد مسلسل ساعة صفر. شنو الفرق ما بين أن أنت لما تكتب القصة أو الرواية وما بين السيناريو والحوار؟ يعني ممكن تدش في هذه التفاصيل في كتابة السيناريو والحوار؟ كتابة الرواية تختلف عن كتابة السيناريو. أنا لما أكتب رواية أنا قاعد أكتب رواية حق خيال قارئ، هو اللي يصور الشخصيات على كيفه، هو يصور الدنيا على كيفه، هو يتخيل الشكل. عكس لما احولها سيناريو، انا راح اذا حولتها سيناريو راح يستلم النص مخرج، مساعد مخرج، مخرج منفذ، ممثل، منتج، ف
فراح تصير اكثر من رؤيه، مو رؤيه كاتب بروحه. وانا احب يكون ان العمل جماعي، وانا مع سالفه ان المؤلف هو يسوي السيناريو والحوار للروايه، ما يخلي احد. بس في دائما ناس تشكك محمد في الموضوع، ان يعني مثلا بسمه ساعه صفر قالوا انه مو محمد كندري هو اللي كتب. لا لا، ساعه الصفر انا اللي قالوا هالكلام. رصاصه منال، رصاصه منال قالوا مو انت اللي كاتب. لا لا، انا كاتب القصه والسيناريو والحوار، محمد الكندري انا. انت سهل على الموضوع ولا صعب؟ جدا صعب، صعب. لان راح ياخذك عن اهلك، راح ياخذك عن كل شيء. يعني حتى يعني عادي جدا بايام العطله قاعد نجاب اللابتوب وهذا، اهلي يروحون الشاليه اروح اكتب، وانا مسافر اروح اكتب. لان انا بوجهه نظري ككاتب ان شخصياته لها حق علي، يا اطلعها باحسن صوره يا ما اطلعها. لان انا من الناس اللي وايد احترم شخصياته، وايد احب شخصياته. حلو. عشان وايد احبهم ابي يطلعون باحسن صوره قدام الناس، سواء السيئه او الجيده، مو بس الشخصيات الزينه، حتى الشخصيات السيئه هم ابيهم يطلعون بصوره حلوه، يعني تنرفز زياده، تكره الناس بيهم زياده. اكيد. يعني ابو ناصر، دام شفت ماك في هذا العمل الجميل سنابات، اليوم احنا اشتقنا حق ايام مش حيتم حيت، ايام دلق السيل. هذه الاعمال الجميله متى ناوي ترجع للدراما شوي اكثر؟ هو هذه مشكلتي، دلق السيل يعني نجاح منقطع نظير، نجاح كبير. صحيح. انا ما توقعته صراحه، يعني نجاح لا زال اليوم يعرض. اي ما شاء الله. هذا يعني سبب لي قلق اثناء كتابي. ايش راح اقدم؟ لازم اقدم شيء يعني اقوى من دلق السيل. لذلك انا احاول ابحث عن فكره جديده او عن معالجه جديده لافكار واحده متشابهه. يعني في الدراما، يعني هذه معلومه معروفه حق اللي اشتغلوا بالدراما، انه 36 فكره في الدراما ما تتغير الافكار، لكن المعالجه تختلف من كاتب لكاتب. لذلك انا ابحث عن معالجه جديده في الكتابه. ما احب امشي نفس التيار، نفس اللي يكتبونه، لازم او التقليدي. دائما ابحث عن شكل جديد. كان عندي عمل مع الاستاذ جمال الردهان لكن ما تصور لحد الان، اسمه خفايا. هذا بشكل جديد راح يتقدم، خيال، بس مو خيال فانتازي، خيال حاولت أمنطق الخيال، أخليه منطقي بحيث أن المشاهد يصدق الخيال هذا. حاولت أبتعد عن التقليد السائد في درامتنا المحلية، بس ما تصور الحين. لذلك أقول لكم، أنا إذا في شيء جديد، إذا في فكرة جديدة، أنا مشكلتي أنا أدلع نفسي. شلون أدلع نفسي؟ اني انا انتظر الفكره تجيني، ما ابحث عن فكره. ايش كذا ياخذ وقت انجاز النصوص هذه او حتى الشخصيات؟ دائما يقول الكاتب يتعلق بالشخصيه والشخصيات اللي تكون في داخل الناس. في احيانا المسرحيه او المسلسل هو اللي يكتبك. صح. يعني تلقى نفسك مستمر بالكتابه، ما توقف. احيانا لا، يصير عندك بلوك توقف الا تفتح لك ثغره. فالشخصيات، واحيانا يصير بينك حميميه بينك وبين شخصياتك. هي الفكرة بس تتكون عندك وتختمر في الذهن، بس سهل بعدين تسطيرها على الورق. تمام. يمكن أنا ودي أسأل محمد، أكيد اكتسبت خبرة من أبو ناصر. طبعاً أنا أول ما شفته قلت له مسلسلي المفضل شحيت بحيت من أنا صغير. أكيد خذيت من خبرة أبو ناصر. طبعاً. شنو خذيت؟ أستاذ كبير. ترى بالورشة أنا هم استفدت منه وايد. علمني إن شلون ينكتب الحوار بالكوميديا. أنا قال لي محمد، الحوار بالكوميديا ما تسوي سوالف. يعني كل كلمة بالكوميديا لازم كلها معنى، لازم هي تبني الموقف، ما تخلي الموقف بس الممثل. يعني هو علمني طريقة وايد حلوة، أن ما تكتب نص وتخلي الممثل يضحك الناس فيه، أو تقول يلا الممثل ذكي. لا، أنت تشرح له الدنيا، توضح له، ما تعتمد على ذكاء الممثل. لا، أنت ككاتب افرض موقفك على الممثل عشان يبدع فيه. هالكلام قال لي، وأنا أقول أنا غلط، ورديت كتبت مرة ثانية الموقف عشان ما اخلي بس مجرد كلام وحوار واعتمد على الممثل بالكوميديا. انا تجاربي بالكوميديا مو ما كتبت ولا مره مسلسل كوميدي، كتبت لك الحين تجربه مسلسل برعد. اي الحين سيلفي، اللي حلقه اللي شاركت فيها. لا انا شاركت بواي فاي. واي فاي سيلفي ما شاركت. ان شاء الله. انا ودي اسال، انه ممكن نشوف محمد يكتب تراثي؟ والله كان عندي، انا عندي عمل تراثي. الحمد لله مجاز من، وقدمت حق الاستاذ باسم عبد الامير، وان شاء الله يرى النور قريبا. وانا احب الاعمال التراثيه، ووايد انشد للعمل التراثي الرجولي اللي يكون قصته حول الرجل، ما تكون قصته حول المراه. نادر الحين ماكو، يمكن لا فيك قبل كم اعمال الاستاذ احمد جوهر، كان لو تلاحظ اعماله كلها المعذب، دلق سيل لما تكلم عنه. اميل للعمل التراثي اللي صب شخصيه الرجل يكون هو البطل. نعم. يمكن هذا ابو ناصر يودينا حق سؤال، انه دائما الحين قاعد نشوف الدراما بشكل عام والتراثي ايضا، اتجهوا الكتاب الى تانيث الشخصيات، يعني دائما المراه هي اللي تكون البطله. صح. اصلا استانس على الموضوع، لان الكاتبه هي المراه. صح. تقصد حياه الفهد، استاذه الكبيره حياه الفهد، وجه لها تحيه. تحيه.
هي الحياة مرأة ورجل يعني صح. يعني يعني الأحداث تفرض نفسها. أحيانا تكون المرأة في حلقات المرأة هي قوية وفي حلقات الرجل لها مشاهد قوية ومؤثرة. الفكرة والقصة والحدوتة المكتوبة هي اللي تفرض نفسها. يعني ما أيد أنا مثلا تكون مسلسل حق المرأة بروحة كامل أو مسلسل للرجل كامل، مناصفة تكون مناصفة مثل حياتنا مثل الواقع اللي عندنا. يعني كل العالم الواقع مرأة ورجل، المرأة نص الدنيا والرجل نص الآخر. يعني دفاع للمرأة. أنا بس ودي أسأل أبو ناصر، دائما يقولون الكوميديا أصعب فن، يعني صعب أنك أنت تضحك الناس، ممكن تبكيهم سهل أن يبكون بس صعب أنك تضحكهم. الجيل الحين اختلف، فهل الحين لما يستاذ بدر يكتب كوميديا هل لازم يخاطب شريحة معينة، يوجه حق ناس يعني ناس معينين بعمر معين؟ لا، هي شوفي النكتة أو الطرفة أو الموقف الكوميدي إذا كان مكتوب بشكل صحيح، سواء مكتوب بالستينات أو بالتسعينات أو بالفين، يضحك. يعني هو أهم شيء في الكتابة أنك شلون ترسم الموقف. أعطيك مثال الأجانب، مثلا مستر بين، مثلا مستر بين ما كان يتكلم، ما يتكلم بس من أعماله في التسعينات أو 2010 هي نفسها، لكن لازالت تضحك الجمهور الحالي. يعني شو اسمه الثاني، بني هيل، هو شارلي بعد بني هيل من الثمانينات والتسعينات توفى، ولا زال اليوم نشوف أعماله ونضحك. مو أنا الجيل الحالي يشوفه يضحك. يعني المسرحية مدرسة المشاغبين نشوفها ونضحك. ما زالت طبعا عيال كبرت والأعمال ناجحة والخالدة لازم لازالت مستمرة. يعني نعم، ذكرنا درب زلق، عفوا درب زلق مخلد أكيد. هذه المسلسلات أو المسرحيات من زمن الطيبين مثل ما احنا نقول. احنا عندنا اليوم في غبقتنا رمضانية فقرة خاصة في زمان الطيبين ومسلسلاتهم. نبي نذكر وياك شحيت ومحيت، تذكر لنا ابو ناصر موقف صار في دامنا محمد كندير وايد يحب المسلسل وايد. شحيت ومحيت اول شيء الفكره جاءت من في ذيك الفتره بال95 او 94، كان داود حسين الفنان داود حسين والفنان علي جمعه كانوا مكونين ثنائي، يعني توهم بادين في عملين ثنائي كانوا، فاطلبوا مني ان اكتب مسلسل يمثل ثنائيتهم بروحهم. وافقت فكتبت، لكن بعدين وقفت عند الاسم شو اسميهم، احترت يعني في اسماء. شنو يعني شحيت؟ فتحت كتاب الامثال مال الشيخ الله يرحمه عبد الله النوري. نعم. دورت لين لقيت مثل اسمه شحيت ومحيت والقاعد ورا البيت. فاخترت شحيت ومحيت. حتى انا اتذكر كلمت الكاتب الصديق ساهر اللي كتب كلمات المقدمه، قلت له لازم في بدايه الاغنيه تقول شحيت ومحيت والقاعد ورا البيت، المثل كامل تذكره في الاغنيه. توثيق للمثل. نعم. تذكره عشان الناس، عشان يرسخ في اذهان الناس ويعرفونه. صحيح. وفعلا سواها والاسم انتشر. متى ينقال هالمثل؟ شنو المناسبة اللي ينقال فيها؟ يعني المنكسر اللي ما في خير، الناس ما لهم قاعدين يعني ما لهم عازة ناس. نحطها ويانا بكلام أول حصل غاية. نشكركم اليوم وايد على وجودكم ويانا، ما قصرتوا أكيد. نتمنى لكم التوفيق في سناب آت ومع المشاهدة الجميلة على شاشة تلفزيون الكويت. وما قصرتوا. يعطيكم ألف عافية ومن نجاح إلى نجاح. بس شغلة خليني أقولها، خليني يقولون علي. تو قلت أنا ميل لدراما الرجل، لا أنا أقصد التراثي، أنا عمليني مؤنث، رصاصة معلقة وساعة الصفر. صحيح. اثنين الرئيسي واثنين الرئيسي. اثنيناتهم. إي فعشان توضح الصورة. وأنت مميز بكل عمل. تسلمين، ما قصرتوا. يعطيكم ألف عافية وسعيدين بتواجدكم، نتمنى لكم مزيد من النجاح إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. نروح حق مسلسلات طيبين. نروح حق مسلسلات طيبين أكيد من إعداد زميلنا خليفة الفليتشاوي، من تقديم زميلتنا الجديدة علياء جوهر، تصميم الأزياء لأحمد المهنة، وصالون مس بيوتي صالون مريم الصباحي. راح تشوفون خالتي قماشة، معلومات جديدة عنها في مسلسلات طيبين.